السلام عليكم اصدقاء، النهارده معانا وصفه سهله جدا وسريعه ولذيذه، فطاير الشوكولاته بطريقه سهله جدا على الطريقه التركيه. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم افكارنا الجديده وصفاتنا السهله والسريعه. زي ما انتم شايفين فطاير هشه وطريه وجميله جدا، ان شاء الله تعجبكم وتقدروا تضيفوا فيها شوكولاته من جوه. اول حاجه معانا كوبايه كبيره من الحليب الدافي، هننزل عليهم بمعلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وهننزل عليهم ببيضتين ورشه فانيليا، وهننزل عليهم بنص كوبايه زيت ونص كوبايه من السكر، وهنخلطهم كويس جدا جدا. وبعد كده هننزل عليهم بنص كيلو من الدقيق المنخول، وهنعجن كويس جدا جدا العجينة بالشكل ده كده لما تكون متجانسة معانا. بعد كده هنغطي عليها نص ساعة لحد ما تخمر بالشكل ده كده. بعد ما تخمر معانا زي ما انتوا شايفين هنبتدي نضيف عليها حبيبات الشوكولاتة بالشكل ده كده، وبعد كده هنعجن كويس جدا حبيبات الشوكولاتة في العجينة، هنبتدي نعجنها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده زي ما انتوا شايفين حبيبات الشوكولاتة في العجينة بالشكل ده كده. بعد كده هنجهز صينية الفرن، الصينية بتاعتنا هنضيف فيها ورقة من الزبدة، بس هنقص ورقة الزبدة على قد الصينية بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، هنقصها علشان تكون بسوة الصينية صينية الفرن. بعد كده هنرش رشة زيت كده في قاع الصينية، وهنفرش ورق الزبدة بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ ناخد العجينة بتاعتنا ونكورها كور بالشكل ده كده. ونرصها في على ورق الزبدة في الصينية بالشكل ده. هنخلصها كلها. ونرصها في الصينية بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنغطي عليها ربع ساعة لحد ما تخمر معانا تاني. بعد ما تخمر بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين بالبيض المخفوق بقى كده، هنبدأ ندهنها كل الوش بالبيض المخفوق، وهندخلها فرن على درجة